نعود نولو من جديد إلى أغنية الشرق الجزائري وناس الشوية الفحولة مع أغنية كان أداها الفنان الراحل كاتشو. الأغنية هي حنا الشوية والأداء رايح يكون المرشح الثالث للخروج محمد جفال. حنا الشوية وهنا شوية يا كرغيد يا لي يا لي يا لي يا لي احنا في الجزائر خوالك كل دلوا يا كرغيد يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يقولوا ذلوا جينا حواسة حواسة ونولوا يزيكر تنوسا محمد جفال المرشح الثالث للخروج لهذا الأسبوع. برافو. نروحوا للجنة التحكيم. شكون يتفضل معايا حاج؟ يا جفال يا جفال، هذا هو اللون تاعك والله، ولو كان تزيد تغني حاجة أخرى ما نزيد نتكلم معاك. سمعت؟ هذا هو الفن تاعك، هذا هو اللون تاعك، يعني تبان فيه أصيل. خلي الحاجات الاخرين الاخرين وغني الفن تاعك، راه مخصوص، مخصوصين في هذا اللون، مخصوصين
كثير. ملا إلا تأخذ رأيي ورأي ربحك إن شاء الله أبقى في هذا اللون، أبقى في هذا اللون، هذا هو اللون اللي والمك، وإن شاء الله تشوف واش قلت لك.